وحدتي في كربتي ويا صاحبي في شدتي ويا ولي في نعمتي ويا غايتي في رغبتي أنت الساتر عورتي والمؤمن يا عدتي في كربتي ويا صاحبي في شدتي ويا ولي في نعمتي ويا غايتي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، أعزائي مشاهدي قناة المرقاب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وجعل الله أيامنا وأيامكم عامرة بالمسرات، وتقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام، وختم الله لنا هذا الشهر الكريم بغفرانه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. عمر بن الخطاب في هذه الليلة أخذ يسير هو وأسلم، فوجد خيمة فيها عجوز حسيرة كثيرة، أطفالها يصيحون ويتضاغون جوعا، فأتى إلى هذه المرأة فقال: يا أمة الله، ما هذا الصوت وهؤلاء الصبية الذين يبكون ويتضاغون أمامك؟ فقالت: حسبنا الله على عمر، يرعى يسترعي هذه الرعية ولا يدري بحالي، أنا امرأة مسافرة فقيرة محتاجة، لم أصل إلى عمر وليس لدي ما أؤكل به أطفالي. قالوا: وهذه القدرة التي تغلي تحت النار؟ قالت: إنها أحجار أسكتهم وأولهيهم بها حتى يناموا، فأغدو على عمر في الغد. فقال: يا أمة الله، ما يدري عمر بك، لكن لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. فأخذ أسلم وذهب به إلى بيت المال، وأخذ ودكا يعني شحما، وأخذ دقيقا، وأخذ شيئا يصلح به هذا الدقيق من الماء، وحمله على ظهره. فقال مولاه: أعطني يا أمير المؤمنين. قال: لست تحمل أوزاري عني يوم القيامة، إليك عني يا أسلم. فذهب إلى هذه المرأة وجعل الماء في القدر، وصب الودك اللي هو الزيت والسمن، وصب الدقيق، وأخذ يلوكه حتى صنع منه عجينا، وصنع منه عصيدا وطعاما، ثم أعطى هذه المرأة وهذه الصبية وقال: إذا كنت من الغد أغدي على عمر فستجديني عنده إن شاء الله تعالى. فابتعد قليلا هو وأسلم، فقال: هيا يا أمير. قال: لا أريد أن أذهب إلا كما رأيتهم يبكون، أريد أن أراهم وهم يضحكون، رضي الله عنه وأرضاه. فأكل هؤلاء الأطفال الصبية الصغار وشبعوا وتضاغوا وأخذوا يلعبون، فاطمأن عمر رضي الله عنه وأرضاه عنهم، فسار إلى شأنه. وفي يوم من الأيام كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يعس من الليل، وإذا بجوار المدينة رجل مسافر، وإذا به في خيمة، وإذا بامرأة تصرخ. فقال عمر: يا أخ العرب، ما هذا الصراخ في هذه المرأة؟ قالت: إنها زوجتي وإنها في المخاض، وأتاها المخاض ولا أجد ما أزين لها مخاضها أو من يولدها ونحو من ذلك. فتركه عمر وانطلق إلى زوجته أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، قال: هل لك في امرأة في المخاض؟ قالت: نعم يا أمير المؤمنين. فخذي ما يصلح لتوليدها، يعني الأدوات الخاصة بالنساء من النظافة والكرسف والقطن والأكل والشراب والماء الحار والمناشف ونحو من ذلك. وأخذ عمر رضي الله عنه دقيقا وطعاما وزادا، وذهب إلى هذا الرجل. فدخلت أم كلثوم على هذه المرأة، والرجل والمرأة الحامل لا يعرفون من هذين الشخصين، وإذا بالمرأة تولدها، وعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يشب النار وينفخ والدخان يخرج من بين لحيته، ويقول للرجل: صب الدقيق وأنا أعصده وأعجنه. وإذا بالمرأة أم كلثوم ولدت المرأة ولله الحمد المنة، وأخرجت طفلا وقالت: يا أمير المؤمنين، أبشر صاحبك أن الله رزقه بمولود. فارتاح الرجل، قال: من؟ عمر؟ قال: نعم، وهذه زوجتي أم كلثوم بنت علي. قال: أمير المؤمنين وزوجته بنت أشرف الناس لدي في بيتي ويولدون امرأتي. فقال: لا عليك، اربع عليك، لا عليك، سنصلح من شأنك هذه الليلة إن شاء الله تعالى. فرضي الله عن عمر ورضي الله عن زوجته في هذا الموقف الذي يضرب أروع المثل من المواقف المشرقة النيرة لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه مع هذا الرجل.
وهذه المرأة الطيبة الشريفة بنت الشريف التي جدها وأبوها من الأشراف من قريش من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لم تمتنع أن تولد امرأة من الناس رضي الله عنها وأرضاها. فهذه قصة عجيبة جدا جدا لهذا الرجل. كذلك يا إخواني مر عمر رضي الله عنه وأرضاه مرة من المرات بامرأة فطلبت من يا أمير المؤمنين إنه قد انقطع بي كذا ومات زوجي في وعندي أطفال صغار. قال من أنت؟ قالت أنا فلانة بنت فلان. أوه قال أبوك فلان وأخوك فلان وأخوك. قالت نعم. قال هيا ورائي. فذهبت إلى بيت المال وأعطاها جملا وزادها عليه شيء عظيم جدا يعني نفقة وزيادة. فقال أحد الذين كانوا مع عمر قال يا أمير قد زدتها وأكثر. قال ألم تعلم أن لها أخا وأبا لاحظوا يا إخوان أن لها أخا وأبا كانوا على حصن كذا وكذا وقد أخذوا وقد فتحوا هذه الحصن وقتلوا في ذلك الوقت واستفاد المسلمون من في الجهاد فإنها تستحق أن يعطيها ذلك رضي الله عنها وأرضها. وهذه قصة في هذه الحلقة أختم بها أن هناك شابا اسمه كلاب وكلاب هذا شاب ذهب للجهاد وكان له أبا وأما حسيرين كسيرين ضعيفين يبكيانه الليل والنهار ويريدانه لكنه قال أني أقدم على طاعة أبوية وأقدم على خدمة أبوية ما أريده من الجهاد في سبيل الله ولا أريد أن أجلس عندكما. فذهب إلى الجهاد فأتى أبوه يصرخ ويبكي أمام أمير المؤمنين عمر بن الخطاب أريد ابني يا أمير المؤمنين. وقال قصيدة كبيرة استعطفت عمر وبكى عمر من أجلها. فأرسل عمر إلى كلاب هذا فقال فأتي بكلاب وقال يا كلاب إن أباك كذا وكذا فما أرجى عمل فعلته مع أبيك. قال والله يا أمير المؤمنين إني لأحلب الناقة وأنظف ضرعها وأبرده ثم أحلبه ثم أجعله باردا ثم أسقيه والدي. قال افعل ذلك يا كلابا. قال نعم يا أمير المؤمنين. فعندما أتى للمدينة فحلب فغسل ضرع الناقة وحلبه وجعل فيه إناء وبرده فقال اختبئ. فأتي بالشيخ الكبير الأعمى الضرير فأعطاه هذا اللبن فقال اشرب. فشرب هذا الشيخ الكبير فقال والله إني لا أشم رائحة كلاب لولا أنه ذهب إلى الجهاد. قال يا أبا كلاب ها هو كلاب. فاعتنق الابن وأباه فبكيا في موقف مهيب أمام عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأبكى ورضي الله عنه وأرضاه. فبكى عمر رضي الله عنه وبكى الحاضرون لهذا الموقف العظيم العجيب في قصة مختصرة جدا اختصرناها كي لا يضيق علينا هذا اللقاء. فلا بد يا أيها الشباب أن ترعوا آباءكم وترعوا أمهاتكم ولا تقدموا عليهم أي عبادة أيا كانت هذه العبادة إلا فرضا فرضاه الله سبحانه وتعالى عليكم. الجنة ثم يعني تحت أقدام الأمهات وففيهما فجاهد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله جل وعلا بمنه وفضله وجوده أن يختم لي ولكم رمضان بخير إنه ولي ذلك والقادر عليه. وإلى الحلقة القادمة من أخبار عمر وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. يا عدتي في كربتي ويا صاحبي في شدتي ويا ولي في نعمتي ويا غايتي في رغبتي أنت الساتر عورتي والمؤمن. يا عدتي في كربتي ويا صاحبي في شدتي ويا ولي في نعمتي.